السلام عليكم ورحمة الله. سورة البقرة مليئة بالأحكام، ومن تلك الأحكام أحكام الطلاق. فدعونا نبدأ الأمر من بدايته. هل تعلم أن هناك طلاق سني وطلاق بدعي؟ فالطلاق يجب أن يكون في طهر لم يجامع زوجته فيه. طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه زوجته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فهذا هو الطلاق السني. أما الطلاق البدعي فيقع في الحيض أو في طهر قد مسها فيه، فمعرفة المسلم بهذا الحكم يحد من نسبة الطلاق بنسبة كبيرة جدا، لأنه لن يستطيع أن يطلق امرأته على الفور، بل سوف يتروى قليلا ويراجع نفسه قبل أن يرمي يمين الطلاق. وماذا إن طلق الرجل زوجته؟ هل ينتهي كل شيء؟ لا، هناك العدة للمرأة المطلقة. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، فهناك فترة للعدة تختلف من مطلقة إلى أخرى. دعونا نتطرق الآن إلى المطلقات المدخول بهن ذوات الحيض غير الحوامل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات المدخول بهن ذوات الحيض غير الحوامل يجب أن ينتظرن بعد الطلاق دون نكاح مدة 3 قروء. فما هي القروء؟ القروء جمع قرء أو قرء، ويقصد به الحيض أو الطهر. فيرى الأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أن القروء هن الحيضات، فيكون المعنى أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن 3 حيضات دون زواج، ثم بعد ذلك يتزوجن إن شئن. أما المالكية والشافعية ومن قبلهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله بن عمر يرون أن القروء هن الأطهار، والأطهار جمع طهر، وهو الوقت بين حيضتين. وبذلك يكون المعنى أن المطلقات بعد طلاقهن من أزواجهن عليهن أن يمكثن 3 أطهار بدون زواج، ثم يتزوجن إن شئن. والمقصود من هذا التربص هو التأكد من براءة الرحم من الزوج السابق، وهو خلاف مشهور بين العلماء، ولكل أدلة يستند إليها، والحكم في ذلك هي الدولة التي أنت فيها. فإن كنت في مصر أو السودان فإنها تستند إلى المذهب الحنفي، وإن كنت في السعودية أو في قطر فإنها تستند إلى المذهب الحنبلي، أما إن كنت في تونس أو في المغرب فإنها تستند إلى المذهب المالكي. ولا شك أن هناك فرق في المدة الزمنية بين الرأيين، فمن قال 3 أطهار يحتسب الطهر الذي طلقت فيه كطهر أول، ثم بعد ذلك تحيض الحيض الأولى، ثم تطهر الطهر الثاني، ثم تحيض الحيض الثانية، ثم تطهر الطهر الثالث. فإن رأت الدم في نهاية الطهر الثالث تكون عدتها قد انقضت. وأما من قال 3 حيضات فهي قد طلقت في الطهر، ثم تأتي الحيضة الأولى، ثم الطهر، ثم الحيضة الثانية، ثم الطهر، ثم الحيضة الثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة تكون العدة قد انقضت، وهذا أطول من الرأي الأول. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا أمر بصيغة الخبر، فهو أمر محسوم لا مراجعة فيه. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يُخْفِينَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
من الحمل أو الحيض إن كن مؤمنات حقا بالله واليوم الآخر. فالمرأة المطلقة يقبل منها خبرها عن نفسها فيما يتعلق بالحيض والحمل والعدة، فإن هذه أمانة يترتب عليها أحكام للمطلقة والزوج والولد، ومن يتجرأ على تلك الأمانة بالكذب فسوف يحاسب حسابا شديدا ويعذب عذابا أليما. فإن تبين لها أن هناك حمل لابد أن تخبر بحملها، لأن عدتها سوف تتغير إلى عدة ذوات الحمل. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبذلك تطول عدتهن إلى أن يضعن حملهن، والذي قد يصل إلى 10 أشهر. وهناك من المطلقات من يكتمن حملهن حتى لا تجلس في العدة مدة حملها، وهذا محرم وينتج عنه مفاسد عظيمة، فيحرم الولد من أبيه وينسب إلى غير أبيه، ويترتب على ذلك ضياع الحقوق من الميراث وصلة الرحم وغيرها. وقد تطيل المطلقة في فترة العدة طمعا في النفقة وهي غير واجبة على الزوج، وقد يعيدها بعد فترة العدة فيكون سفاحا لأنها امرأة أجنبية. وقد تدعي المطلقة أنها حاضت وطهرت 3 قروء فتفوت الفرصة على زوجها أن يراجعها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأزواجهن أحق بمراجعتهن في فترة العدة بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار والإذلال بهن. فالله عز وجل يحث الأزواج على الاجتماع والألفة لا على الفراق والكراهية. والبعل هو الزوج والسيد والمالك، وسمي بعلا لعلوه على زوجته. وأجمع العلماء أن الزوج المطلق له الحق في رد زوجته المطلقة طالما كانت في فترة العدة في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ويكون ذلك بوطئها أو قوله راجعتك. فإذا انقضت العدة فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح ومهر وولي وشهود. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللنساء حقوق على الأزواج مثل التي عليهن بالمعروف. والمعروف هو ما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره الشريعة. ومن المعروف أيضا التسامح والمودة والرحمة وغض الطرف أحيانا والتنازل عن بعض الحقوق لتسير الحياة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ومن حق زوجتك أن تتزين لها كما تتزين لك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. وللرجال على النساء درجة ومنزلة زائدة بالقوامة في البيت ودرجة النبوة والقضاء والإمامة. وللرجال على النساء درجة بالنفقة والحماية والقيام بشؤونهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. وللرجال عليهن درجة بالشهادة والعقل والجهاد. والله عزيز حكيم. والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. والعزة مع غير الله قد يصاحبها طيش وتهور،
أما عزة الله فلا يصاحبها إلا حكمته. جزاكم الله خيرا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.